فيديوهات وانفوجرافيكس كتير بتقارن القائد اللي هو الليدر فيرسس المدير اللي هو المانجر، وتمدح في الليدر وتسب في المانجر، الا ان للاسف المقارنه دي ظالمه، وتعالوا نعرف ليه وايه التفاصيل اللي معانا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد حسني من برنامج اورباص، واهلا بيكم في كبسوله جديده على الطاير. دايما عندنا المقارنة الكلاسيكية ما بين القائد اللي هو الليدر والمدير اللي هو المانجر، الأبيض والأسود، الخير والشر، لأن العالم الواقعي مش أبيض وأسود بس، إنما في مساحة رمادية كبيرة جدا في النص، وعلشان كده المقارنة دي ظالمة. في 3 حلقات كاملين أنا اتكلمت عن السير أليكس فيرغسون المدرب الأسطوري لنادي مانشستر يونايتد، واتكلمت عن 10 الصفات المطلوبين للمدير الناجح، والمدير الناجح هو القائد. بس السؤال، هل فعلا لازم توفر 10 صفات عشان المدير يكون ناجح؟ والإجابة لا. أليكس فيرغسون قال إن أهم صفة للمدير الناجح هي القدرة على اتخاذ القرار، يعني صفة واحدة وهي القدرة على اتخاذ القرار بتعمل مدير ناجح، successful manager، ولو قدر يحقق 5 من 10 هيبقى مدير ناجح جدا، very successful manager، أما لو حقق 10 من 10 فهيبقى super manager. وهنا أنا هتكلم عن تجربتي الشخصية. أنا اشتغلت مع مديرين ناجحين وكان كل اللي بيملكوه 2 من 10. الصفة الأولى وهي أهم صفة وهي القدرة على اتخاذ القرار، يعني شخص حاسم بيقدر ياخد قرار وفي نفس الوقت يقدر يعارض الأوامر الغلط. والصفة التانية إن الناس اللي حواليه بيحبوه، مش علشان دمه خفيف وإنما عشان بيحفظ حقوقهم وبيحميهم. يعني 2 من 10 بيتحول المدير لمدير ناجح جدا، يعني قائد. وأي حد شغال مع مدير فيه 2 دول يعتبر نفسه محظوظ جدا، ولو انت كمدير عندك 2 دول بس فانت كده ناجح جدا وقائد. وطبعا لو المدير وصل ل10 صفات يبقى اكيد سوبرمان دلوقتي. والرسالة من الكبسولة هنا ان الدنيا مش ابيض واسود بس، لا، في الوان تانية في النص ما بينهم، وان الواحد بصفة او 2 كويسين ممكن يكون ناجح جدا. والكلام هنا يشملنا كلنا، مش بس المدير والقائد، لا، يشمل كل الناس. وبكده اكون وصلت لنهاية الكبسولة. اذا عجبتك الكبسولة دوس لايك ما تنساش، واشترك في القناة لو مش مشترك، ويهمني جدا رأيكم في الكومنتات، واخيرا شير في الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.